هاي، أنا اسمي جريس، أنا بعلم اللغة الإنجليزية بمدرستي وبعلم مادة العلوم كمان. أنا صار لي بمجال التعليم 6 سنين وبعدني مجال التعليم. اسمي كارول بردكجي، أنا بعلم فرنسي لغة فرنسية صار لي 14 سنة بإحدى أهم مدارس لبنان. من أنا وصغيرة بحب أعلم، لأنه التعليم هو عطاء وخصوصة للولاد يلي هنا بوقت أكتر شيء بحاجة لحدا يعطيهم ويهتم فيهم، وما في شيء أجمل من العالم أنه نعطيهم إياه. مع الولاد كتير بلاقي فرح، بنبسط كتير كيف بتابع كل ولد شخصيته، قدي بشوف مرات كيف بيتقدم معي خلال السنة، هذا شيء كتير بيعطيني فرح. صار لي 3 سنين بمدرستي سيزن 1 2 3، وهلأ عم نحضر لسيزن 4. تعرفت على ماي سكول سيزن 1 سيزن 2، كنت كتير حب فكرة البروغرام، وبسطت أكتر لما نعرض علي أعطي بسيزن 3 اللغة الفرنسية. مضينا وقت طويل بهيدا السيت، أوقات حلوة كتير وأوقات صعبة، بس يلي فيه شوفوا بهيدا السيت وين بلشنا وين وصلنا هلأ، قديت طورنا وقديت قدمنا وقديت قطعنا أشواط كبيرة فيها، كان إشياء كتير مهمة وصلناها للولاد، فيها كان دروس، فيها ألعاب، فيها نشاطات، أجمل الأوقات. أنا تعلمت من ماي سكول، أنا تعلمت من سيزن 3، تعلمت أكتر كيف أقدر أفكر محل الأشخاص اللي عم بيتعلموا لغة جديدة، صرت حط حالي محلهم لو أنا لغة جديدة عم بتعلمها كيف كان لازم أجذبهم. بمجال عملي قدرت أنا أتواصل مع كتير أهالي ومع كتير أولاد، كنت عم شوف قدي هني عم يتحمسوا تيشوفوا البروغرام، قدي عم بيتابعوه كل يوم هني وأهاليهم. كان في أولاد عم بيجيبوا أهاليهم بالقوة لحتى يجوا يحضروا لأنه كتير حبوا البروغرام، كمان في أهالي هني اللي كانوا عم يتحمسوا أكتر من أولادهم عم يتقدموا باللغة الإنجليزية، خصوصة الأهالي يلي ما قدروا يتعلموا بوقت معين من حياتهم. كتير تواصلوا معي أشخاص على فيسبوك، بعتولي كتير مسجز من اللاجئين ومن غير اللاجئين، من الكبار ومن الصغار. في أمهات كانوا عم بفوتوا يقولوا لي إنه مبسوطين لأنه عم نعرف من بعد ما يخلص البروغرام نرجع نعيد لأولادنا يلي علمتينا إياه. كتير كان مفيد وكان في بطء، كان في كنت عم تعطينا جرعة جرعة كل يوم، كتير استفدنا. والولاد أكيد يعني الولاد هيك كتير هن بطبيعة الحال ناس إنوسان، يعني كتير بريئين بفوتوا بيعبروا عن مشاعرهم، عن جد هذا الشيء بيعطي كتير فرح. بتخلص الحلقة بنكون تعبانين بس بنرجع بننبسط إنه قدرنا نوصل شيء حلو للولاد ودقرناهم بمطرح كتير حلو. هيدا كان هدفنا فينا إنه يوصلوا المعلومة بس كمان يكون مبسوط. وبكتير أوقات بالمدرسة كانوا التلاميذ عم يحتاجوا ماي سكول لحتى تكون تقوية لقلهم بالبيت، من بعد ما ياخدوا الدروس بالمدرسة كانوا بحاجة لتقوية، يشوفوا الدروس بطريقة مختلفة، بطريقة كرياتيف أكتر وحلوة أكتر بتلفت انتباههم، فكانوا عم يحضروا ماي سكول ويتقووا كل يوم. أصدقائي وزملائي تلاميذي بالمدرسة عم تجي الصبح، يعني انبسط كتير فيهم، تلاقى فيهم يجوا على الكور يحكوني بالملعب، يحكونا عن البروغرام وقالوا لي بلشنا نتابعه. حتى زملائي انبسطت انه في اساتذه عم بيحبوا يحضروا البرنامج. من 3 سنين بلشنا مدرستي، مدرستي كانت عم تساعد معلمات، كانت عم تساعد اولاد لاجئين ما قدروا يروحوا على المدرسه، كانت عم تساعد كمان اولاد كانوا بحاجه لتقويه بعد الظهر بالبيت. وهلا مع سات 7 اكاديمي صار في تركيز اكثر للاهل تنساعد الاهل يعرفوا اكثر واكثر كيف فيهم يساعدوا هن الاطفال تبعهم اولادهم، وكيف هن فيهم يطوروا السكيلز تبعهم ومهاراتهم. كمان في تركيز اكثر للمعلمات حتى نقدر نعطي المعلمات ريسورسز، نعطيهم سكيلز وتدريب لهم حتى نطور لهم مهاراتهم. انا كثير مبسوطه انه مدرستي رح يكون على سات 7 اكاديمي ومحضرين مفاجآت كتير للسيزن 4. أكيد دايماً منفكر أكيد نطور البروغرام، يعني بما أنه أنا اللي حطيت بروغرام سيزن 3 صرت أعرف شو اللمسات اللي لازم زيدها، أخذ بعين اعتبار أنه الأطفال رح يرجعوا يعيدوا معي والكبار رح يعيدوا معي والناس اللي ما شافت يمكن سيزن 3 رح ترجع تحضر سيزن 4، وأكيد رح نزيد بعد جو من الفرح ومن الأوريجيناليتي، رح يكون شوي الجو فامي. وبكره رح تشوفوا كثير اغاني جديد، قصص جديد لتجذب الاولاد الماكسيموم، وهن رح يحسوا بشويه فروقات، حيتعلموا وبذات الوقت حيتثقفوا، مثل ما بيقول المثل الفرنسي جواندغ لوتيل على غريابل، يعني نحن بنجمع المفيد بالمسلي،
هيدا هدفنا فينا المهم. نحن محمسين كتير لحتى نبلش سيزن جديد، اشتغلنا كتير لحتى بهيدا السيزن نقدر نساعد مش بس الولاد، الأهل والمعلمات. قررنا نفوت أشياء جديدة على البروجرام، أشياء فيها تفيد كل فئات الأعمار وفيها بنفس الوقت كمان تستخدم الإنترنت، تستخدم أكتيفيتيز، كرافتس وكتير أشياء تانية لحتى يكون هيدا البروجرام مفيد من كل النواحي.